مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم هل اختفاء أعراض الحمل يعني إجهاض؟ من المعروف أن تبدأ أعراض الحمل المعتادة في الاختفاء، وتتساءلين عما إذا كان هذا يشير إلى أنك تعانين من الإجهاض. في بعض الأحيان للأسف هو كذلك، ومع ذلك فإن الانخفاض في أعراض الحمل المعتادة لا يعني دائما وجود خطأ ما، فقد يكون السبب هو أن الأعراض فقط تتغير، تختفي وتتقلب بعض أعراض الحمل بشكل طبيعي. لذلك من الصعب التعامل فقط مع ما يشعر به جسمك. ونصيحة اليوم، إذا لاحظت تغيراً مفاجئاً في أعراض الحمل، فمن المهم مراجعة الطبيب، حيث سيكون قادر على إخبارك بما يحدث وفحصك أو إعطاؤك أي اختبارات مطلوبة لتحديد ما إذا كان هناك أي خطأ. ومن الجدير بالملاحظة أن غثيان الصباح يبدأ عادة بعد وقت قصير من بدء الحمل، وغالبا ما يمتد إلى الشهر الثالث والشهر الخامس من الحمل قبل أن يختفي في النهاية. وتخشى بعض النساء أنه بعد توقف غثيان الحمل قد لا يكون الحمل مستمر بشكل سليم، لكن ضعي في اعتبارك أن غثيان الصباح ينحصر عادة في منتصف الحمل، كما أن توقفه يعد أمراً طبيعياً وليس عادة علامة على الإجهاض من تلقاء نفسه، خاصة إذا انتهى تدريجياً بعد بضعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك أن وجع الثدي هو من أولى علامات الحمل، ولا تعاني كل امرأة من نفس الدرجة من الألم، لذلك لا ينبغي تفسير عدم وجود أي ألم في الثدي في بداية الحمل على أنه علامة على الإجهاض. الشيء نفسه ينطبق على التغيير في وتيرة التبول وأعراض الحمل الأخرى. تستجيب كل امرأة للحمل بشكل مختلف، البعض تعاني من اختفاء جميع أعراض الحمل، والبعض الآخر ستعاني من أعراض قليلة، أما البقية قد يكون لديهن أعراض متذبذبة أو لا توجد أعراض على الإطلاق في المراحل المبكرة. حاولي ألا تقلقي كثيراً بشأن هذه الأعراض. ومع ذلك، إذا كنت تعانين من أي ألم أو نزيف أثناء الحمل، يرجى الاتصال بالطبيب على الفور، ولا يجب أبداً تجاهل علامات الإجهاض أو أعراضه على أمل أن تختفي ببساطة.